جون، سيدنا وجودك معنا، إذا ماذا عن الطلب على الغاز والبترول في سورينام في وهنا في الصحراء الغربية في مصر؟ فإن هناك إمكانات هائلة وكذلك في الولايات المتحدة. إذا ما هي توقعاتكم بخصوص الطلب وكيف ينعكس هذا في محفظتكم الاستثمارية؟ شكرا. لقد رأينا طلبا عاليا ولقد استمعنا إلى التعليقات الافتتاحية من الأمين العام. إذا نتوقع أنه في العقود القادمة سيكون هناك طلبا مرتفعا، حيث نجد أن 10% من سكان العالم ما زالوا بحاجة للحصول على طاقة بسعر ميسر، وبالتالي فإن هناك طلب عالي. وإن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات، وقد قمنا بزيادة استثمارنا بناء على رؤية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث مصر، حيث وفروا لنا منصة لمضاعفة استثماراتنا، حيث لدينا الآن أكثر من 17 حفار. وكذلك نحن نسعى إلى تلبية الطلب الموجود في مصر، وهذا بدعم من القيادة.